بسم الله الرحمن الرحيم. قبل حلول شهر رمضان في كذا موضوع كده صراع حبيت اكلم الناس فيهم. اول حاجه، كل سنه وانتم طيبين شعب مصر، الشعب العربي، الشعب الاسلامي، بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الصوم، كل سنه وانتم طيبين. بس حبيت اوضح بعض الامور الهامه. اولا، 9 مارس كان يوم الشهيد. السيد الرئيس في ندى التثقيفية كان يتحدث بمناسبة هذا اليوم. معظم شبابنا ما يعرفش يعني مين هو الشهيد، ولما بيعرفوا بيفتكروا ان هو ميدان فقط بجوار ميدان التحرير، اللي هو ميدان الفريق اول عبد المنعم رياض. الفريق اول عبد المنعم رياض كان رئيس اركان القوات المسلحة بعد حرب 67، وخاض حرب الاستنزاف مع المرحوم جمال عبد الناصر، والإسرائيليين كانوا بيطالبوا بروح هذا الرجل لأنه كان قائد عظيم. الراجل ده، نبذة سريعة عنه، هو ولد مقاتل. أولا، هو اتولد في 22 أكتوبر سنة 19، يعني مولود في شهر الانتصار اللي هو 6 من اكتوبر، وفي نفس الوقت مولود في شهر الثوره، ثوره 19. والده هو كان بكباشي محمد رياض، كان مدرس في الكليه الحربيه. هو مواليد طنطا، ده ما قلنا في 22 اكتوبر 1919. جاب مجموع كبير دخله كليه الطب، لكن الروح القتاليه فيه من الاول. احنا بنعلم الشباب ازاي التضحيه والفداء. الراجل ده والدته، هو والده توفى عنده 11 سنه، فربته هو واخواته. والدته دخلت عليه قبل اخر يوم من قفل باب التقدم للكليه الحربيه، لقيته بيصلي والمصحف قدامه والمصحف مبلل بدموعه. فالست استغربت، سالته، قال لها: انا خلقت لاكون مقاتل. حضرتك مصممه تدخليني كليه الطب، انا عايز ابقى مقاتل زي والدي. قالت له: خلاص، اذا كان ده املك وحلمك انا موافق. راح قدم في الكليه الحربيه، كان في اخر يوم سنه، هو دفعه 36 اللي فيه عبد الناصر وعبد الحكيم والسادات والشافعي والفنان الكبير احمد مصر، وتخرج سنه 38. تاريخه كله حروب، من 48 وهو بيحارب. كيف استشهد هذا البطل؟ البطل ده ادى نموذج ان دايما القائد بيتقدم الصفوف. القائد بيتقدم، ما بيستخباش، ما بيقعدش في مكتب، ما بيعملش حفله زي اللي اتعملت في انشاص قبل حرب للاسف يعني. عشان كده كانت هزيمه 67 المنقره. الراجل ده راح يوم 8 مارس على طول الجبهه، كانت المدفعيه المصريه بتدق مواقع العدو الاسرائيلي. للاسف الشديد، هو طبعا تاني يوم بيطمن على جبهته من مدينه الاسماعيليه من عند المعديه رقم 6، وانا الحمد لله شرفت وانا وكيل نيابه في الاسماعيليه اني زرت الاماكن دي. عشان كده بقول احنا عندنا ابطال في الاسماعيليه والسويس وبورسعيد. الفريق عبد المنعم رياض بيتفقد الجبهه يوم 9 مارس، للاسف خاينه عميله اسمها انشراح موسى اللي قامت بدورها الست اسعاد يونس في مسلسل بير 7 مع المرحوم سعيد صالح. كانت المخابرات او الموساد الاسرائيلي الجبان قام بتجنيدها هي وجوزها ابراهيم وولادها الثلاثه، فبلغت ان في شخصيه عسكريه هامه هتكون موجوده على الجبهه في المعديه رقم 6 يوم 9 مارس. العدو الاسرائيلي دك المكان كله، مهربش عبد المنعم رياض، وفي دانه اتفجرت جنبه، اتفجرت الرئتين، ودوه مستشفى الاسماعيليه العسكري، توفى هناك. هذا هو الشهيد عبد المنعم رياض، القدوه والمثل والنموذج. واللي بيقول يسقط حكم العسكر، ما هو واحد من العسكر، واحد من جنود الابطال. الناس مش عارفه فاكرينه ده ميدان. هو ايه الميدان؟ صدرت اوامر
الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه، وانا بقول دايما اللي ليه واللي عليه. هو قال جمال عبد الناصر يوما اتقطم وسطي بعد استشهاد عبد المنعم رياض، لانه كان عارف قيمته. صدرت اوامر من جمال عبد الناصر للفرقه 39 او مجموعه 39 قتاليه برئاسه الشهيد ابراهيم الرفاعي انهم ياخدوا طار عبد المنعم رياض. في يوم الاربعين بتاع عبد المنعم رياض اعتقد في ابريل، كنا في شهر ابريل، جيشنا والمجموعه خدت بطار عبد المنعم رياض. ايه اللي حصل بقى؟ خدوا بطار يوم الاربعين بتاعه، يوم 19 ابريل 1969، يوم الاربعين بالظبط. الشهيد ابراهيم الرفاعي خد 64 مقاتل من الفرقه بتاعته، رجاله واسود، فيهم اسماء احمد رجاء عطيه على ما اتذكر، ومحي نوح، وقام سالم، ومحسن طه، وماجد ناشي، مسلم ومسيحي. واقسموا انهم ياخدوا بطار هذا البطل. طيب عندنا موانع، خط بالليف عندهم مدفعيه بتاعتهم، عندهم متحصنين، هم كانوا متحصنين في حته اسمها حيره التمساح. طبعا دي تبع الاسماعيليه ورجعت لمصر تاني بعد انتصار 73. فعملوا الاتي، هي دي الدراسه الدقيقه كيف تقاتل وتهزم العدو. عملوا راحوا دهشور وعملوا نفس المنطقه الاول، طلعوا مبنى الارشاد تبع قناه السويس وصوروا المنطقه اللي انضرب منها الشهيد عبد المنعم رياض، الدشم، المدفعيه، صوروها وراحوا دهشور اتدربوا هناك على نفس زي الموقع بالظبط. وبعدين راحوا بحيره قارون المجموعه نفسها تتدرب ازاي هتعدي قناه السويس لغايه ما توصل للمنطقه اللي انضرب منها الفريق اول عبد المنعم رياض. بعد ما اتدربوا يوم الجمعه 14/4 اللي هو يوم وافق ذكرى الاربعين، عبروا ودخلوا. اول حاجه ضربوا كم كبير من المدفعيه، من عمليات كان ضابط مدفعيه على فكره، كم كبير من الذخيره والطلقات على العدو عشان يطلعوا عشان يشوفوه، وعدوا وقتلوا 34 كلب اسرائيلي ومنهم ضابط كلب اسرائيلي، سواء بالرصاص او اللي بيقولوا السلاح الابيض، وكانوا عاملين يصرخوا زي ما دلوقتي لما الاخوه الفلسطينيين بيخش عليهم في المقاومه بيصرخوا، هم طول عمرهم كده وجها لوجه. وانتهت، مفيش ضابط او جندي مصري من اللي راحوا الا اعتقد محي ده اصيب جرح بسيط، لكن اهم حاجه انهم خدوا بطار الشهيد ونزلوا علم اسرائيل القذر من على بحيره التمساح ودسوه بالجزم ورفعوا علم مصر وجابوا مدفع بعد كده ادوه هديه للرئيس انور السادات الله يرحمه، مدفع رشاش. هو ده البطل اللي معظم شبابنا ما يعرفش احنا بنحتفل بيه ليه، فاكرينه دمدان عبد المنعم رياض اللي بنروح بقى نتظاهر قدامه وبنروح في نفس الوقت نعمل اعتصامات واضرابات. هو ده البطل اللي كان في وسط جنوده، ما كانش في مكتب مستخبي، لا كان في نفس الموقع مع الجنود. مين اللي بلغ عنه بقى؟ هذه الجاسوسه الخاينه انشراح موسى وجوزها ابراهيم وولادهم الثلاثه، وصدر حكم باعدام الجاسوسة وجوزها. اتنفس في ابراهيم، والسادات بدل هذه المجرمة وولادها بمجموعة من الأسرى المصريين. مصير دي مين بقى؟ فين هي؟ بتنظف كنيف في تل أبيب دلوقتي، وخدت الديانة اليهودية بقت صهيونية، وولادها نفسها حاولت ترجع مصر اترفض روحهم لأن دول خونة ما يندفنوش في أرض مصر الطاهرة. وفين بقى منعم رياض؟ بنحتفل بيه كل سنة في 9 مارس من كل سنة عيد الشهيد. دي قصة عبد المنعم رياض اللي كان فيها احتفال، وكان في ندوة تثقيفية سيادة الرئيس كان حاضرها مع الضباط والجنود. بنقول للشباب عشان يبقى عارف بلدك فيها أبطال وفين قدوة
هو ده بطل من ابطال الجيش المصري اللي بعد كده انتصرنا في 6 اكتوبر 73.